بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتورة أريج العظمات من منصة قمة أكاديمي، خريجة جامعة مؤتة 2022، طبيبة امتياز. رح أكون متواجدة معكم أنا مجموعة من الدكاترة إن شاء الله لحتى نشرح لكم مادة الجراحة كاملة بطريقة علمية سهلة وبسيطة. طبعا المنصة رح توفر لكم شرح لكافة المجالات، لمحاضرات الدكاترة والسيمينارات، والفريق رح يحل معكم أسئلة السنوات وراح يبين لكم ويسهل لكم المادة إن شاء الله. طبعا أنا بكورس الجراحة رح أكون معكم بالبيدياتريك سيرجري، رح أعتمد على كتاب الدكتور عبد الله الراوي ومع شوية إضافات بسيطة لتسهيل الشرح. أول محاضرة رح تكون عن الأسوفيجيال مالفورميشن، أهم التوبكس اللي رح نحكي عنهم اليوم. أسوفيجيال ديفلوبمنت، يعني إمبريولوجيكال ديفلوبمنت أوف ذا أسوفيجوس أند تريكيا. أسوفيجيال مالفورميشن حطيت تو ديزيز اللي هم أسوفيجيال أتريزيا والتريكيا أسوفيجيال فيستولا. كلينيكال برزنتيشن، How to diagnose, treatment and complication. مثل ما بنعرف انه الانتستينال تراكت بتكون من 3 كومبوننت اللي هو الفور جت، الهايند جت والميد جت. الفور جت بيكون لنا الاورال كافيتي تو ذا فيرست بارت اوف ذا دودينم، والميد جت بيكون لنا السكند بارت اوف ذا دودينم لحد 2/3 اوف ترانسفيرس كولون، والهايند جت بيكون لنا الديستال 1/3 اوف ترانسفيرس كولون لعند الانس. مثل ما شايفين احنا بهاي الصوره ان الفورجت عباره عن انبوب، هذا الانتيرير وول من هذا الانبوب بيكون لنا شيء اسمه ريسبيراتوري دايفيرتيكولم، يعني من الانتيرير وول اوف ذا فورجت بيطلع شيء اسمه ريسبيراتوري دايفيرتيكولم. هذا الريسبيراتوري دايفيرتيكولم راح يكون عندنا اللي هو اللنج والتراكيا، لذلك عندنا التراكيا انتيريرلي والاسوفيجس بوستيريرلي. طبعا هاي كورونال فيو of the trachea and the esophagus، مثل ما احنا شايفين انه كانت عبارة عن one tube صار لها grooving، ببلش يصير لها grooving من outside والinside بيصير في عنا folding من خلال اشي اسمه trachea esophageal fold. once انه صار fusion لهاي الفولد راح تكون عنا trachea esophageal septum، وبعد ما يتكون السبتم راح يصير في fusion للgroove الخارجي وراح يكون عنا two tubes اللي هم البوستيريرلي استوفيجاس وانتيريرلي التراكيا. واذا كان في عندنا ديفكت بالفيوجن راح يكون عندنا شيء اسمه فيستولا اللي هي فيلر او ابنورمال كونكشن بتوين التراكيا اند استوفيجاس، مثل ما احنا شايفين بهاي الصوره، يعني صار في عندنا فيلر اوف كومبليت فيوجن. تمام. هلا بالنسبه للاتريزيا، الاتريزيا هي مقتصره على الاسوفيجاس. الاسوفيجاس مثل ما احنا شايفين بهاي الصوره انه صار لها بلايند اند او انه سكرت وما صار في اتصال بين الاسوفيجاس. مثل ما بنعرف طبيعيا نورمالي انه الاسوفيجاس عباره عن تيوب ذات كونكتس الاورال كافيتي مع الاستومك. تمام. وانس صار في عندنا انتربشن لليومن، يعني الشيء الداخلي اوف ذا اسوفيجاس، او صار في عندنا بلايند اند، راح يكون عندنا الاتريزيا. هلا خلال الامبريولوجيكال ديفلوبمنت للاستوفيجس بتكون عادي التيوب اوف ذا استوفيجس مفتوح. تمام. بس فتره من الفترات بيصير في عندنا اكيوميليشن اوف ذا سيلز اللي هي الكونكتيف تيشو سيلز، لانه راح يصير لها موديفيكيشن هاي السيلز، فبس تعمل عندنا تسكير للتيوب، يعني تمبرري بيكون هذا التسكير. تمام. بعد فتره بيصير ريكانلايزيشن وبرجع يفتح. وانس انه صار في عنا فيلر اوف ريكانلايزيشن راح يتكون عنا الاتريزيا. فالاتريزيا هي كومبليت انتربشن اوف ذا لومن، او انه مثل ما احنا شايفين there is a blind upper pouch، يعني this is a blind upper pouch. تمام. الكوز لها unknown، بس انه ممكن انه تكون due to genetic cause. It may associated with other anomalies like الفيستولا، يعني ممكن يكون في عنا فيستولا between الاسوفيجس and التراكيا ونفس الوقت في عنا اتريزيا. تمام. ممكن تبي بنسبة 87%، هي مهم النسبة. ممكن تبي associated with Vater syndrome، هي هاي الفاتر سندروم عبارة عن مجموعة من الانوماليز مع بعضها البعض اللي هم ال V2 vertebral anomalies، ان الاتريزيا، تراكي اسوفيجيال فيستولا، اسوفيجيال اتريزيا، ورينال انوماليز. تمام. ممكن انه ينزاد عليهم اللي هو الكارديوفاسكولار ديزيزز او الكونجنتال هارت ديزيزز، لانه هم بيدياتريك ايج جروب راح تاخذوا congenital heart disease بالبيدياتريك. واللمب ديفكت، اللمب ديفكت ممكن انه يكون في الامبيوتيتد لمب او اكسترا ديجيت. تمام. فانه اذا شفنا وحده خصوصا اكثر شيء اللي نقدر احنا نميزه اللي هو اللمب ديفكت، انه ممكن انه نشك باشياء ثانيه اخرى تكون اسوشيتد وذ ذس انوملي. تمام. طبعا مثل
مثل ما بنعرف انه السلايفا خلال اليوم بكون لتر ونص، تمام؟ هلا اذا كان في accumulation of the saliva، accumulation of the saliva يعني اللتر ونص، رح يصير في عندنا drooling of the saliva from the mouth و excessive salivation عند الفيتس او البيبي، تمام؟ فهي اول ساين بيجي فيها البيبي انه بيكون في عنده drooling of the saliva لانه اصلا اوريدي بتمر وما في مخرج لها to the stomach، تمام؟ هلا ممكن يصير كمان during the feeding aspiration pneumonia. طبعا الاسبيريشن نيمونيا راح تعمل لنا complication infection الى اخره. طبعا هلا ايش leading cause of death in isolated atresia؟ طبعا هذا اجانا ام سي كيو انه isolated atresia معناها انه ما في associated anomaly with it، ما في associated anomaly يعني بس خلاص atresia لحالها بالمدري complication اللي هو leading cause of death. بس اذا كان فينا associated anomalies مثل اللي حكيناهم قبل شوي اللي vertebral والcardiac disease والrenal disease، فالassociated anomaly هدول هم الanomalies هم اللي رح يعملوا death للinfant. اوكي، فعشان هيك لازم احنا to early diagnose الatresia عشان نقلل من pulmonary risk والpulmonary complication وكمان تكون السيرجيكال surgery successful. هلا ممكن انه نشخص الاتريزيا خلال يعني والفيتس بيكون ان يوترو. كيف؟ هلا الامنيوتيك فلويد اللي حوالين البيبي بروديوس عن طريق اللي هو رينال سيستم اوف ذا فيتس. وانس انه كان في عندنا مشكله بالرينال سيستم راح يكون كميه الفلويد اللي حوالين البيبي قليله، وبنفس الوقت اذا كانت الامنيوتيك فلويد البيبي بيشرب الامنيوتيك فلويد. Once إنه كانت الأمنيوتيك فلويد كبيرة فهذا دليل إنه إنه في عنا مشكلة بالجي آي تراكت للبيبي أو بالإستوفيجس مثلاً. فإذا كان في عنا blind end of the esophagus أو أتريزيا رح البيبي ما رح يقدر يشرب الأمنيوتيك فلويد، فبالتالي رح يكون في عنا polyhydramnios. فالpolyhydramnios معناها excessive amniotic fluid. فإذا شفنا بالألترا ساوند إنه في عنا excessive amniotic fluid حوالين البيبي وكانت الاستومك برضو امتي ما فيها أي amniotic fluid، فمنشك إنه في البيبي عنده esophageal malformation أو GI tract malformation. هلأ بعد ما ينولد البيبي كيف نميز إنه في عنده atresia؟ بيكون في عنده excessive salivation و drooling from mouth، لأنه السلايفة مثل ما حكيت بتنتج باليوم 1.5 لتر، فوين بدها تروح؟ راح تطلع من الماوث of the fetus. طبعا رح يصير في ساينوسيس للفيتس وكمان وما بيقدر يبلع خلال الفيدنج واسبيريتد نيمونيا ومشاكل بالريسبيراتوري سيستم وانفكشن. ممكن كمان انه نعمل دايجنوزز لل السوفيجيال اتريزيا عن طريق النيزو جاستريك تيوب. بنحط نيزو جاستريك تيوب بنحط نيزو جاستريك تيوب بفم البيبي وبننزله بالاستوفيجاس. وانس انه حسينا في ريزيستنس، مش انه بصير ننزل لا، وانس انه حسينا في ريزيستنس بنحط علامه لوين وصل، يعني انه يعني بنحط علامه لوين وصل عندنا التيوب، بعدين بنطلع. لما نطلعه بنقيس المسافه، اذا كانت المسافه اقل من 10 سنتيمتر او 10 سنتيمتر هذا دليل انه سوفيجيال اتريزيا انتل بروفن اذروايز، تمام؟ وممكن كمان نشخصها عن طريق ابدومينال اكس راي. بيكون في عنا ما في غاز بالستومك لانه اوريدي ما في كونكشن بين الاسوفيجس اند الستومك، فما رح ينزل الاير، فهذا دليل انه في عنا اسوفيجيال اتريزيا. ممكن كمان نشوف انه في كينكينج للنيزو جاستريك تيوب، يعني النيزو جاستريك تيوب علق هون ولف مثلا، فهذا دليل على انه في عنا بلايند اند او اتريزيا. تمام، ممكن انه نستخدم باريوم انما او كونتراست. الكونتراست هي فيها بتكون فيها مواد انها بتبين على الاكس راي، تمام؟ فخلال عن طريق الملك بنحط شويه كونتراست مع الملك اوف ذا فيتس وبشربوا هالبيبي، وبعدين بنصور اكس راي بنشوف انه وصل الكونتراست لحد بلايند، فهذا دليل انه في عنا اتريزيا. وكمان مثل ما شايفين بهي الصوره انه الستمك اوف ذا فيتس اوف ذا بيبي ما فيها اي غازز او اير، تمام. هلا في ممكن انه يكون في عندنا اسوفيجيال اتريزيا اسوشييتد وذ فيستولا. اول تايب اللي هي موست كومون تايب انه بيكون في عندنا بروكسيمال
اتريزيا مثل هاي الصوره والديستال تراكي اسفاجيال فيستولا. هاي التراكي اسفاجيال فيستولا ديستال يعني ديستال بارت اوف ذا اسفيجاس عامله كونكشن مع التراكيا، وفي عندنا بلايند ايد بالابر بارت. بيكون عند البيبي اكسسيف سلايفيشن، وبرضه بيكون في عندنا اير ان ذا ابدومن بتدخل من التراكيا تو ذا ستومك، تمام؟ وهي الموست كومن. هي مهمه، بتذكر مره اجانا سؤال انه واتس ذا موست كومن تايب اوف تراكي اسفاجيال فيستولا ود اتريزيا، كان انه نحكي البروكسيمال اتريزيا والديستال تراكي اسفاجيال فيستولا، تمام؟ هلا التايب الثانيه بتكون عباره عن بروكسيمال فيستولا مثل ما احنا شايفين هون، بروكسيمال فيستولا والديستال اتريزيا. هلا بهاي الحاله ما بيكون في عندنا اير بالباول لانه في بلايند اند بالديستال بارت اوف ذا اسوفيجاس، فما راح يفيك ما فيكم اي كونكشن لا مع اسوفيجاس علويه ولا مع تراكيا، فهذا دليل انه ما راح يدخل اير اوف ذا على الاستومك، تمام؟ ما في اي كونكشن. ممكن كمان يصير فينا اسبيريشن نيمونيا لانه السلايفيشن والديورنج الفيدنج كلياتها راح تدخل على اللنج، كولكتد ان ذا لنج، تمام؟ هلا هاي كمان انه تو فيستولاس with a blind end atresia. This is esophageal atresia with tracheal esophageal fistula. ليش عرفنا انه في fistula؟ لانه مثل ما احنا شايفين there is an air in the stomach، تمام؟ في gases و air in the stomach. هلا ممكن في عنا حالة اللي هي tracheal esophageal fistula بدون atresia، يعني مثلا ممكن يكون الاسوفيجاس عادي نورمال ما فيها اي بلايند اند، وبس في فيستولا بتوين ذا تراكيا اند ذا اسوفيجاس بتكون ات ذا ليفل اوف سي 7 او تي 1، تمام؟ سي 7 او تي 1 ممكن، وكمان عامله عندنا على شكل اتش شيب، تمام؟ ف راح يكون في عندنا ابدومينال ديستنشن لانه الاير بيدخل من التراكيا تو ذا ستومك، ابدومينال ديستنشن. كمان راح يصير في عندنا ايبيسود اوف تشوكينج كافينج ديورينج فيدينج، لانه خلال الفيدينج الدروبلت اوف ذا ميلك راح تدخل على التراكيا وتعمل عندنا اريتيشن، ممكن تعمل عندنا نيمونيا انفكشن الى اخره. كمان ممكن بصير في عندنا شيء اسمه بيبتيك نيمونايتس، يعني الريفلكس تطلع من الاستومك وبتدخل على التراكيا لانه اوريدي اختلف عندنا البريشر لانه في عندنا كمان فتحه زياده، تمام؟ فالاتش سي ال اللي من الاستومك راح يطلع ويدخل على التراكيا ويعمل عندنا نيمونايتس، تمام؟ يعني الاتش سي ال اللي هو الاسد. اوكي، فكيف ممكن نعملها دايجنوزس؟ برضه نفس الشيء عن طريق فيلم اكس راي فيلم، بنحط كونتراست وذ ذا فيدنج للبيبي وبنشوف كيف فيديو كيف انه في الدروبلت اوف دي ميلك بتدخل على التراكيا. هلا بالنسبة للتريتمنت كيف راح نعالج الاسفاجيال اتريزيا والفيستولا؟ طبعا في بري اوبريتيف مانجمنت لازم نعملهم للفيتس. اول اشي يعني مثلا اذا كان في عنده بلايند اند ابر بلايند اند او ابر باوتش نعمل عنده سكشن للسلايفا والموجودة بالابر باوتش، تمام؟ ونحط البيبي بانتي بايوتيك ونخليه بفلويد وبنعطيه طبعا فلويد لانه هو اوريدي ما في اشي مش ماكل ومش وما في اكسس اشي يوصل له على الاستومك، فلازم نعطيه فلويد، تمام؟ وبنحطه بالان اي سي يو اللي هي نيونيتال انتنسيف يونت كير، تمام؟ بعد هيك كيف العمليه بتكون؟ اذا مثلا كان في عنده فيستولا يعني كونكشن بتوين الاسوفيجاس والتراكيا بنقص هاي الكونكشن ومنخيط الاستوفيجاس لحال والتراكيا لحال. كيف ندخلها؟ عن طريق السيرفايكال ابروتش او ثوراكوسكوب من الثوراكس او السيرفايكال، تمام؟ وللاتريزيا ايش بنعمل؟ نمسك التو اندز اوف ذا اتريزيا ومنخيطهم مع بعضهم البعض، بنسميها اند تو اند انستموسز. نعمل اند تو اند انستموسز للتو تراكيا للتو استوفيجاس. هاي بالنسبة للسيرجري إذا إحنا مثلا دخلنا سيرجري للمريض. بس مثلا متى نعمل alternative management؟ وبيكون يعني لما يكون عندنا البيبي unfit for the surgery, unfit for the anastomosis, unfit for the division of the fistula. فمتى بيكون unfit؟ إذا كان في associated anomalies يعني عنده heart disease, renal anomalies ما رح نقدر نعمل له العملية. إذا كان لسه premature, إذا كان في عنده infection أو pneumonia لازم نستنى شوي لحد ما يروح الانفكشن ومنخليه بالان اي سي يو لفترة بعدين مندخله على العملية، تمام؟
وهلا طبعا يعني اكيد مش راح نتركه هيك يعني نفتح له فتحتين. الفتحه الاولى اللي هي بتكون بالاسوفجس تمام، السفجستومي اسمها، بس ندخلها من السيرفكس او من الثوركس عادي، المهم نفتح فتحه من الاسوفجس عشان نتخلص من الاكسسيف سالايفيشن، نفتح فتحه بالستومك عشان الفيدنج فور ذا فيتس طبعا. اسمها جاستريستومي هي فتحة الاستومك، أو نسموها feeding opening تمام. طبعا هاي عشان بنحط طبعا feeding of the fetus بيكون عبارة عن thick fluid، هذا thick fluid بيساعد على تقليل من الreflux، وبالتالي ما رح يصير في عنا اللي هو pneumonitis أو peptic pneumonitis، لأنه already the fluid اللي بنعطيه للبيبي بيكون thick تمام. هلا الكومبليكيشن ممكن تصير خلال العمليه، الكومبليكيشن ممكن تصير خلال العمليه، ممكن يصير في عند البيبي السوفيجيال ستريكتشر، بتصير مثلا اذا كان في برانش اوف بلاد سبلاي انضرب، فانه صار له فايبروسيس وبالتالي بالتالي ستريكتشر تمام. ممكن يصير في عندنا الانستموسيس اللي عملناه بتوين تو اند اوف ذا اسوفاجس، صار له بريك داون، ممكن كمان الفيستولا ترجع مرة تانية. هدول هم الكومبليكيشن ممكن يصير خلال العملية. طبعا الكوزز اوف ديث بالمونري كومبليكيشن، متى اذا كان عند البيبي ايزوليتد اتريزيا تمام، واذا كان بريماتشور، واذا كان اسوشيتد انوماليز مثل الكاردياك ديزيزز الرينال انوماليز، وهم اسباب الديث اوف ذا فيتس. حطيت لكم شوية اسئلة ام سي كيو. هلا اذا اجى عندنا بيبي كان هذا البيبي كل إشي بياكله بيستفرغه، وكان في عنده excessive salivation، this is manifestation of إيش؟ of atresia of the esophagus تمام. هلأ السؤال الثاني بيحكي لك إنه إيش الأشياء، كل الأشياء صح اللي موجودة بال أوكي. السؤال الثاني esophageal atresia بيحكي لك إنه all true except. هلا ايش حكينا الموست كومون تايب اللي هي بروكسيمال اسوفيجيال اتريزيا وذ ديستال تريكي اسوفيجيال فيستولا، هاي بروكسيمال اتريزيا وذ ديستال فيستولا هي ذا موست كومون، يعني هاي الاول وحده صح. ثاني وحده كان في هاي انسيدنس اوف اسوشيتد انوماليز، يس بنسبه 87% اسوشيتد وذ ايش؟ انه اتريزيا اسوشيتد وذ فيستولا، اتريزيا اسوشيتد وذ فيستولا، فهاي برضه صح. هلا ممكن انه تبي اسوشيتد وذ ماتيرنال بوليهيدرومينس، برضه صح. هلا التريتمنت انفولز ارايت ثراكوتومي اند انستموسيس اوف ذا اسوفاجس، هلا صح مزبوط، بنعمل انه من عن طريق الثوركس او السيرفكس وبندخل نعمل انستموسيس اوف ذا اسوفاجس، برضه هاي صح. هلا هل نسبتها كبيره بين الاطفال يعني او اللايف بيرث؟ لا مش هاي هي الغلط، إنه النسبة ما بتكون من 1 لـ100 بين الأطفال تمام. برضو هدول ميني أوسكي كويستشنز كانت سألنا إنه مثلاً إيش هاي الصورة عبارة عن إيش، بتكون إنه إسفاجيال أتريزيا without فيستولا، ليش without فيستولا؟ لأنه ما في أي gases in the stomach، وبرضو في kinking للنيزوغاستريك تيوب، وpresence برضو of the أو trapped air in the esophagus. وهيك بنكون خلصنا المحاضرة، شكراً لكم. أي سؤال أو أي استفسار تواصلوا معي، أنا بالخدمة إن شاء الله.